السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايب اتشفاك دكت وورك ده خاص لمهندسي التكييف، هو سهل جدا في التعامل. الفكرة كلها ان يبقى في برنامج اسمه اي اف سي بيلدر، بتعمل بالموديل او ممكن تستورد الموديل من الريفيت او اي برنامج اخر من برامج البيم، وبعد كده تبدأ ترسم. ممكن ترسم مثلا، عايز ترسم دكتات مثلا، هتقول له دكت وتبدأ تشوف الخصائص اللي انت عايزها. مثلا الطيب، هل هو ريكتانجل ولا سيركلر، الويتس، الهاي، اللينس، الفلو، الايردنسي، ودي الريزولت. وتقدر تعمل تشيك على الاعداد بتاعتك، لو في اي اعداد في مشكله هيقول لك عليه واعمل على الصح. هتقول له اكسبت وتبدا ترسم الضغط بتاعك اهوت، ولما تخلص بس تدوس رايت كليك يبدا يعمل لك الضغطات. تقدر تضيف اكيوبمنت زي الفان مثلا اهوت في اي مكان انت عايزه اهو، وتقدر تتحكم فيها اي زي ما انت عايزها. تقدر تضيف هيت ريكفري يونت، تقدر تضيف اير هاندلنج يونت، تقدر تضيف الجريل او الدبل اي ديفيوزر، كونكشن لاين زي ما انت عايز. هتلاقي اعدادات متخصصه، الكولينج كويل، الهيتنج كويل اللي عايز تضيف فيها مثلا اير تو اير ريكفري اكسبت. تقدر تعمل تشيك اوكي وبعد كده تقول له اكسبت، يبدأ ان هو يديفولت. وتقدر تتحكم في ال عايزها تبقى الانجل بتاعت قد ايه مثلا بالشكل دوت. عندك هنا الجريل اللي هو تقدر تضيفه زي ما انت عايز. اي حاجة هتقف عليها هيبدأ يجيب لك كل المعلومات الخاصة بيها، وتقدر تعمل تعديلات. دي الريزولت اللي موجودة والتشيك اللي موجودة، الفيروسيتي قد ايه، هل هو مطابق للمواصفات ولا لأ. تقدر تعمل ايديت للشغل بتاعك. طيب تعال شوف البيلف كوانتيتي، اي حاجة بترسمها طبعا زي ما عارفين في البيم بيبدأ يعمل لك حصر ليها، بيجيب لك كل العناصر الموجودة هيت، واي عنصر بتقف عليه بيبدأ يديله لون في قلب ال 3D موديل، واي عنصر بتقف عليه في 3D موديل بيبدأ يقول لك العنصر ده ايه الخصائص بتاعته، ويبدأ يجيبه لك هنا اهوت. كل عنصر طاف عليه بيبدأ يعمل لك زوم، ويبدأ يعمل لك الحصر بتاعه والسيرتيفيكيت بتاعته. وتقدر تخش على الكوست داتابيس، بحيث تقدر تعدل المعلومات اللي انت عايزها. تقدر بعد كده تعمل لها تعمل امبورت واكسبورت للحصر دوت. ودي البرايس، برج اتوبيس خاصة بالبرايس. تدخل هنا وتقدر بقى تحدد الاسعار اللي انت عايزها. وتحدد بقى البرايس ادجستمنت. ولما تخلص خالص تقول له انا عايز التقرير، يبدا يجيب لك البي او كيو ريبورت. تقول لك تكتب اسم المشروع، اللوكيشن، طب انت عايز الكوانتيتي ولا الكوست بريك داون ولا البرايس بيل اوف كوانتيتي ولا البيل اوف كوانتيتي سامري ولا السبيسيفيكيشن ولا انفايرمنت. كل اللي انت عايزه جاهز، مجرد بس تقول له اكسبت يبدا يجهز لك التقرير بشكل دوت.